السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدر المرأة، درس في مكون الحكمة، المستوى الخامس، منار التربية الإسلامية، الأسبوع الخامس عشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن الصفحة 41. سمعت خطيب الجمعة يقول: النساء شقائق الرجال، فماذا فهمت من ذلك؟ نعم، إذن ماذا فهمت من ذلك؟ فهمت أنهن مثيلات الرجال، أي أن لهن حقوق عليهن واجبات مثل الرجال. هذا معنى من المعاني، أن النساء مثل الرجال، الرجال لهم حقوق وعليهم واجبات، والنساء كذلك. ويفهم من هذا أنهن مستويات مع الرجال في الكرامة الإنسانية، أما الحقوق والواجبات فموزعة بحسب فطرة الله التي فطر، أي خلق كل من الرجال والنساء عليها لتتم عمارة الكون، أي أن النساء يتمتعن بالكرامة، والإسلام يصون كرامتهن، ولهن حقوق وعليهن واجبات. نكمل. أقرأ وأتأمل. سورة التكوير الآيتان 8 والآية 9. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن أن الله غدا يوم القيامة سيسأل هذه الموءودة، والموءودة هي البنت التي دفنت حية، سيسألها الله: ما هو ذنبك؟ لماذا قتلت؟ وهنا يجب أن يحضر ويعد المجرم الذي قتل هذه ودفنها حية، يحضر الجواب ويعد الجواب لهذا السؤال. إذن وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله، ماذا قال؟ والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. نعم، نرى بعض الشروحات. إذن الموءودة البنت التي كانت تدفن حية في الجاهلية، أي قبل الإسلام كان الرجال يعني يدفنون بناتهم حيات، لأنهن يشكلن عارا، وصمة عار. إذن الجاهلية، ما هي الجاهلية؟ هي الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يبعث النبي كانت تسمى جاهلية. إذن هناك فترة ما بعد الإسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبلها، قبل البعثة تسمى جاهلية. نكمل. لماذا كان الناس في الجاهلية يئدون بناتهن؟ لماذا كان الناس في الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء؟ لماذا؟ إذن كان الناس في الجاهلية يعتبرون، نصح هنايا ونعود، إذن كان الناس في الجاهلية يعتبرون المرأة عار وضعف، خصوصا أن هذه القبائل في الجاهلية كانت تعيش صراعات وحروب، وتعتمد على الرجال في ذلك، يعني تعتمد على الرجال في الدفاع عن القبيلة، وكانوا يعتبرون المرأة عار وضعف ولا يعيرونها اهتماما، وخصوصا أنها تشكل عار إذا وقعت في الأسر. مثلا إذا انهزمت القبيلة أمام قبيلة أخرى، سيقوم القبيلة المنتصرة بأخذ النساء والبنات كرهائن وكأسيرات، فيحس الرجال
بالذل والعار. نعم، إذن ماذا تفهم من قول عمر رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. إذن ماذا فهمت؟ إذن نفهم أن المجتمع الجاهلي أي قبل الإسلام لم يعطي للمرأة، تلك الياء زايدة تما، لم يعطي للمرأة قيمة، وكان وجودها كعدمه، هذا حسب قول عمر رضي الله عنه، وأن الوضع تغير بمجيء الإسلام الذي أعطى المرأة حقوقا ورفع مكانتها وصان كرامتها. مفهوم؟ نكمل. إذن خلاصة لما مر: أتمثل وأبادر. رفع الإسلام مكانة المرأة باعتبارها زوجة وأما وابنة وأختا، وأمر بصون حقوقها. أعبر، يعني أنت بعد أن عرفت قيمة المرأة يجب أن تعبر عن حبها، أعبر عن حبها وتقديرها، وأتجنب ظلمها والنيل من كرامتها. نعم، إذن للمرأة مكانة عالية في الإسلام، يجب أن نحترمها ونقدرها ونصون كرامتها أكثر مما نصون كرامة الرجال. نعم، إذن أوظف مكتسباتي، أنقل إلى دفتري ثم أصل بخط، أكون مقدرا للمرأة إذا احترمت رأيها، قللت من شأنها، احتقرت تفكيرها، قدرت كفاءتها. إذن أكون مقدرا للمرأة إذا احترمت رأيها، وأكون مقدرا للمرأة بطبيعة الحال إذا قللت من شأنها، لا، إذا احتقرت تفكيرها، لا، إذا قدرت كفاءتها. إذن إذا احترمت رأيها، إذا قدرت كفاءتها، هذا هو رأي الإسلام في المرأة، وليس ما نراه في الواقع من جهل الجاهلين، بل المرأة يجب أن نحترمها ونقدرها ونقدر كفاءتها. إذن أقوم وأدعم مكتسباتي، سنحاول أن نجيب عن السؤالين معا: كرم الإسلام المرأة؟ أستدل على ذلك وأذكر بعض نماذج تكريم الإسلام للمرأة. نعم، إذن قد كرم الإسلام المرأة تكريما عظيما، كرمها باعتبارها أم. نحن ذكرنا هنا الأم لأن الأم إذا كرمت الأم ستكرم بناتها وأطفالها جميعا، وستربي ابنتها على الكرامة وعلى عزة النفس. إذا كرمها باعتبارها أما، يجب برها وطاعتها والإحسان إليها، وجعل رضاها من رضا الله تعالى، وأخبر أن الجنة عند قدميها، أي أن أقرب طريق إلى الجنة يكون عن طريقها، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف، أي قول أف. وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فالله أوصانا بالوالدين، وليس بالوالد فقط بل بالوالدين الأم والأب. وانظر إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: من؟ قال: ثم أمك. أعادها ثلاث مرات، ثم في الأخير قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. يعني ثلاث مرات الأولى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم
أحق الناس بصحبتك أمك 3 مرات، وفي المرة الرابعة قال أبوك. يعني هنا يعني هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي لتبيان مكانة المرأة في الإسلام، أن المرأة والأم خصوصا لها مكانة عالية في الإسلام. نكمل: وكرمها بنتا فحتى على تربيتها وتعليمها، وجعل لتربية البنات أجرا عظيما، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابع، يعني لقى جصبع الصبع ديالو لقاهم بجوج، وقال أنا أن الذي يعني يعتني بالبنتين ويعولهما حتى تبلغا سيكون قريبا مني جدا جدا يوم القيامة. وبالجملة وباختصار، فالإسلام رفع من شأن المرأة وسوى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام، فهي مأمورة مثله بالإيمان والطاعة، ومساوية له في الجزاء في جزاء الآخرة، ولها حق التعبير تنصح، ولها حق التملك وتبيع وتشتري وترث وتتصدق وتهب، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها، ولا حق الحياة الكريمة لا يعتدى عليها ولا تظلم، ولها حق التعليم وحق الصحة وجميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.